احلى سلام لاغلى ناس ومرحبا بكم خياتي، وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وقبل ما نروحوا نشوفوا المقادير، حبيت نرحب بكل وحده انضمت لعائله شيوى الجزائريه ونقول لها مرحبا بك حبيبتي، نورتيني ونورتي القناه. واذا حبيتي يوصلك اشعار كل ما نطلع فيديو جديده، ما تنسيش تفعلي زر الجرس. ونرجعوا للوصفه تاعنا اللي هي الكيكه الاسفنجيه السهله والمضمونه اللي راح تنجح معك من اول مره، وراح نحتاجوها بزاف في الفيديوهات اللاحقه. اول خطوه راح نغربل 200 غرام فرينه، وما نسيتش خياتي اللي يحبوا المقادير بالملعقه راح تجينا 10 ملاعق كبيره. نضيف عليها كيس خميرة حلوى وزن 10 غرام، ونغربل الفرينه تاعي هنا باش نتخلصوا من كامل الهواء المتواجد في الفرينه، يعني هذه خطوه مهمه في الجينواز. وفي وعاء اخر راح نحط ربع حبات بيض اللي لازم يكونوا بدرجه حراره المطبخ. نضيف عليهم 2 من كيس سكر فانيليا وزن 10 غرام، وراح نضيف هنايا عندي 150 غرام سكر عادي ما يعادل 8 ملاعق كبيرة تكون مملوءة جيدا. ونبدأ نضرب البيض تاعي، وهنا خياتي السكر تاعكم من الأحسن أيضا أنه تكون الكيس تاع السكر يكون مفتوح جديد، يعني ما يكونش مندي. ونضيف ربع ملاعق كبيرة زيت نباتي، هاد الزيت خياتي باش ما تجيناش الكيكة الإسفنجية تاعنا ناشفة. نبدأ ندرب المكونات تاعي بالدرب الكهربائي مدة 10 دقائق، يعني هذه أهم خطوة في الكيكة الإسفنجية، لازم تدربوها 10 دقائق حتى نتحصلوا على قوام يكون كثيف ومتماسك ويتدرب البيض تاعنا جيدا. وراح نبدأ نضيف الفرينة والخميرة على 3 مراحل. نضيف الدفعة الأولى وراح نحرك أو نخلط بهذه الطريقة من الفوق للتحت باش نحافظوا على الهواء المتواجد في الخليط تاعنا. وهنا يا البنات تخلطوا بسباتيل أو ملعقة خشبية بهذه الطريقة. نضيف الفارينة ونكمل نخلط بنفس الطريقة حتى نكمل كامل مكونات الجافة تاعي. نخلط دائما من الأعلى للأسفل حتى نتحصلوا على خليط يكون أملس وما فيهش الحبيبات. راح نجيب المول تاعي اللي قطره 20 سنتيمتر اللي كنت دهنته بقطعة زبدة وغلفته بورق الزبدة أيضا. راح نفرغ فيه الخليط تاعي ونحاول أني نوزعه بهذا الشكل، وندخله للفرن. هنا اللي نسيت ما حكيت لكمش عليه، اللي لازم تشعلوه قبل ما تبداو في تحضير هاد لا جينواز، لازم تكون درجه الحراره تاعو من 170 حتى ل 175 درجه. نخليوها مده 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. بعد ما طابت الكيكه تاعي واختبرتها بعود اسنان، هاي ليكم هنايا البنات، لازم تخلوها تبرد تماما. ومن بعد راح تنحيوا لها ورق الزبده بهذه الطريقه. وانا هنا بصراحه خياتي ما خليتهاش بردت، يعني كنت شويه مزروبه قطعتها وهي سخونه. انتم من الاحسن انكم تخلوها تبرد تماما او تبات ليله كامله. ونجيو هنا راح نتراسيو برك، يعني ما لازمش تقطعوها مباشره، تتراسيو بهذه الطريقه. ومن بعد راح نرجعوا نقطعوها، ومن الاحسن انكم تقطعوها بموس يكون طويل بهذا الشكل ويكون تاع منشار. وهنا خياتي التقطيع اختياري، تقدروا تقطعوها على 2 او على 3 او حتى 4، يعني شوفوا ما شاء الله عليها راح يجيكم السمك تاعها عالي اللي تقدروا تقطعوها حتى 4 قطع. وهذه هي خياتي لا جينواز تاعنا او الكيكه الاسفنجيه، ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. وما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير نتوما تحضروها بهذه الطريقه او لا، وتفيدونا ببعض النصائح. ونلتقي في فيديو لاحق، والسلام عليكم.